السلام عليكم. توفي اليوم الأحد شاب يبلغ من العمر 25 سنة لتعرضه لاعتداء بواسطة أداة حادة على مستوى الصد بمنطقة زمورة التابعة لبلدية عين الناقة دائرة سيدي عقبة شرقي ولاية بسكرة. وبحسب مصادر محلية فإن الحادثة وقعت خلال حفل زفاف عائلي أين تعرض الضحية لاعتداء بأداة حادة من شخص عشريني، تؤكد ذات المصادر أنه ابن عمه، وذلك لأسباب وظروف تبقى مجهولة وغير محددة حتى الساعة. الضحية يدعى صاد سليمان صاحب 25 رابعا، وهو ينحدر من بلدية مزيرعة المجاورة، وقد توفي مباشرة متأثرا بإصابته الخطيرة على مستوى القلب. وفيما اهتز الشارع المحلي حزنا بسبب هذه الجريمة الشنيعة، فتحت المصالح الأمنية بإقليم الاختصاص تحقيقا لتحديد أسباب وملابسات الحادثة.